في ظل ضيق الخيارات يواصل النظام الخليفي استهداف الواجهات المعنوية للثورة وكل المواقع التي تمثل مصدرا لتعزيز الحراك الثوري بين المواطنين. وفي هذا المجال لم يكف النظام عن ملاحقة آباء الشهداء عبر التحقيق معهم والزج بهم في المعتقلات وتهديدهم بالتصفية وقطع الأرزاق، وخصوصا مع تحول عوائل الشهداء إلى كتلة نضالية ضاغطة وتمثيلهم قوة حقيقية في الميدان، وهو ما تجسد مع حرصهم الدائم على قيادة الفعاليات والتظاهرات الثورية، وهي ظاهرة فريدة أمدت الثورة بالقوة وحمتها من التكسبات السياسية. في هذا السياق أفرج النظام عن آباء الشهداء علي مشيمع وأبو تاكي وياسين العصفور، وذلك بعد استدعائهم والتحقيق معهم في التحقيقات الجنائية. وقد أبدى آباء الشهداء صمودهم في وجه هذا الاستهداف وأكدوا المضي في طريق الثورة وعدم التراجع عنها. ميدانيا تواصلت التظاهرات في مناطق البحرين للمطالبة بتحرير جثمان الشهيد عبد العزيز العبار المحتجزة منذ أكثر من 20 يوما، وجددت التظاهرات شعاراتها المؤكدة على مواجهة جرائم النظام بمزيد من التصعيد الثوري والثبات على مشروع المفاصلة مع النظام وإسقاطه. وبموازاة ذلك احتشد المواطنون في الميادين نصرة للقيادي عبد الوهاب حسين والقادة المعتقلين، ونظمت تظاهرات رفعت شعارات الفداء لقادة الثورة ومواصلة دربهم. من جهة أخرى بدأت الاستعدادات لفعالية عاصمة العزة والتي تجدد توجيه التظاهرات المركزية نحو ميادين المنامة، ويجري ذلك في سياق التعبئة المتواصلة لاستقبال الرمز الحقوقي المعتقل نبيل رجب، والذي ينظر إليه بوصفه من أكثر الحقوقيين تأكيدا على النزول في العاصمة المنامة والتظاهر فيها. ما أكلم أنا أقول لهم تعالوا اعتصموا، أنا الرجال أدعو الناس للاعتصام والمسيرات. تدعو النظام معناته أنت المخالف الأكبر. أي مخالف أنتوا المخالفين بتقتل الناس وبسجل الناس وبتعذيب الناس وبالغارة على بيوت الناس وبسرقة بيوت الناس، أنتوا الغلطانين.